اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان الاجتماع شهد متابعه الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجيه في مصر بما يتضمن مختلف مراحل الانتاج بدايه من زراعه وتجاره القطن وصولا الى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج بالاضافه الى متابعه التنسيق بين وزارتي الاسكان وقطاع الاعمال بشان سبل الاستغلال الامثل للاراضي التابعه لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهوريه تحقيقا للصالح العام واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اكد خلال الاجتماع على اهميه الاستفاده المثلى من الاصول المملوكه للدوله بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمجمع قهوة وادفينا للصناعات الغذائيه المتطوره فضلا عن متابعه سير العمل بالمدينه الصناعيه الغذائيه سايلو فودز بمدينه السادات في محافظه المنوفيه بعد افتتاح مرحلتها الثانيه في فبراير الماضي وفي ضوء كونها احد اهم المشروعات الغذائيه والصناعيه على مستوى الدوله وتضم العديد من المصانع الانتاجيه التكامليه التي تتم ادارتها بمنظومات تقنيه رفيعه المستوى ما تشتمل على مساحه واسعه للتخزين وصوامع الحبوب. واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصله الجهود الجاريه لتعميق التصنيع والانتاج الغذائي في مصر في ضوء الاهميه البالغه لهذا القطاع الحيوي في تحقيق الامن الغذائي للشعب المصري، لا في ظل المتغيرات والازمات المتلاحقه في هذا المجال على مستوى العالم، والتي تبذل الدوله اقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبيه.